مشوار طويل من الإنجازات، لحظات فرحة نتمنى أنها تتكرر النهاردة إن شاء الله ويحقق الأبطال لنجمة التاسعة في تاريخ النادي الأهلي. لحظات الحقيقة عاشها كل أهلاوي، ونتمنى إن شاء الله أنه نعيش التجربة مرة تانية النهاردة. ثقتنا كبيرة جدا في نجومنا، ثقتنا كبيرة جدا في الـ 11 اسم اللي هيثق فيهم وهيختارهم مستر موسيماني عشان يمثلوا فريق النادي الأهلي النهاردة في نهائي الحلم، نهائي دوري الأبطال، البطولة المفضلة للنادي الأهلي ولجماهير النادي الأهلي. كل المطلوب من رجالتنا النهاردة الحقيقة أقصى درجات التركيز وأقصى درجات الهدوء، وأنك تبذل أقصى ما عندك وأفضل طاقة تقدر تديها لفرقتك لمدة 90 دقيقة. لو ده حصل أعتقد إن شاء الله بإذن الله التوفيق هيكون حليف فرقتنا النهاردة، ونقدر نحسب رقم البطولة الغالي، النهائي 13 في تاريخ النادي الأهلي، والبطولة التاسعة تكون من نصيبنا إن شاء الله. مساء الخير على حضراتكم، ومساء الخير يا سارة. مساء الخير عليك يا أحمد، ومساء الخير على حضراتكم. حلقة جديدة من برنامج السادسة، يوم مهم، يمكن خلاص خلصنا من قلق المساحات، مين عنده كورونا، مين مش عنده كورونا، مين هيلعب مين مش هيلعب، كل ده بقى واضح دلوقتي، ودخلنا في قلق من نوع تاني، قلق من نوع حلو، حالة تأهب. 90 دقيقة قد تطول ل 120 دقيقة هتحدد النهاردة بطل أفريقيا، 90 دقيقة هتحدد النهاردة مين هيبقى بيحتفل ويعيش أحلى لحظات حياته. والحقيقة أنا ما ببالغش، كرة القدم بالنسبة لنا حاجة كبيرة جدا، عشان كده أحمد اسمها الساحرة المستديرة، يعني إحنا بالنسبة لنا حاجة كبيرة قوي إن إحنا نشوف النهاردة فريقنا وهو بيكسب، وده طبعا اللي بنتمناه. وزي ما أحمد قال، الأهلي بمنحدر النهاردة 11 لاعب في الملعب، هم بإذن الله كلنا ثقة فيهم هيبذلوا أقصى ما عندهم، وإن شاء الله يكون اللقب لينا. في سيناريوهات كتير قوي يعني جوه دماغ كل حد فينا، سواء بتكلم على جمهور الأهلي أو جمهور الزمالك، مش بس موسيماني وباتشيكو هم اللي عاملين سيناريوهات للمباراة، لا، 100 مليون مصري عاملين سيناريوهات للمباراة، كله بيفكر من امبارح في الكورة اللي ممكن تيجي في العارضة، في الكورة اللي هيتصفر عليها ولسه مش عارفين هتتحسب ضربة جزاء ولا لا، كله بيفكر في الانفراد اللي وانت بتتفرج بتحس انك عايز تقوم تلعب يا احمد مع اللاعب وتدخل على المرمى، انت نفسك ليه كده؟ محطهاش ليه كده بالظبط. بس احنا صحيح. كل تفكيرنا الحقيقه ان احنا باذن الله النهارده هنفوز، كلنا ثقه في الجهاز الفني. كان نفسك تلعب الماتش انت النهارده؟ كان خلصت البطوله. بس انا عايز اقول له برده يعني في نقطه مهمه جدا، ويمكن تكون في سكه التفاؤل، انا بحب جدا الاشارات والعلامات كده يعني، بس يعني اعتقد انه كل لقاءات النادي الاهلي، وعشان كده بقول لرجاله الاهلي النهارده اللي هيلعبوا الماتش ان شاء الله، انتوا مش بس هتكتبوا تاريخ، انتوا كمان هتحافظوا على تاريخ كتبوا النجوم اللي سبقوكم. احنا قابلنا الزمالك في دوري الابطال او في بطوله دوري الابطال 8 مرات في اربع نسخ مختلفه، 2005 2008 2012 2013، ثلاث مرات منهم اللي هم 8 و12 و13 كانوا في اللقاءين، كانوا في دوري المجموعات. 2005 بس هو ده اللي كان في قبل النهائي، والثمان لقاءات الاهلي ما خسرش ولا مباراه، فزنا خمس مباريات وتعادلنا في ثلاث مباريات، فزنا خمسه اللي هم الاثنين بتوع قبل النهائي 2005، وبعد كده في المجموعات في الثلاث نسخ كنا بنفوز مره ونتعادل مره، فرصدنا يسمح بان احنا ان شاء الله نكمل الانجاز او نحافظ على الانجاز اللي حققه الاجيال السابقه. الاهم من كده بقى، ودي بشره الخير، انه الاربع بطولات اللي احنا قابلنا فيهم نادي الزمالك في مواجهات مختلفه يعني، في الاربع نسخ الاهلي فاز بالبطوله، فنتمنى ان شاء الله انها تكون بشره خير، وتكون المره الخامسه برضو فرصه للتتويج بالبطوله التاسعه ان شاء الله باذن الله للنادي الاهلي. تاريخ كبير جدا، واسماء اللعيبه اللي هتلعب النهارده ان شاء الله لو تحقق الانجاز ده، انا اعتقد انها فرصه ما بيجيش لعيب الكوره يمكن غير مره مرتين، وما عدا ذلك بيبقى استثناء في العمر كله، فبيتهيالي قدام ابطالنا النهارده فرصه يحفروا اساميهم بحروف من ذهب في قائمه طويله جدا من الاسماء والنجوم اللي حققت بطولات كثيره جدا للنادي الاهلي. مره ثانيه باكد، اصل التركيبه دي الى حد ما بتبقى صعبه شويه، انك انت تحافظ على تركيزك او تبقى في اعلى درجات التركيز، وفي نفس الوقت تبقى في اقصى درجات الهدوء، الاثنين دول مع بعض نلعب كورتنا نبقى مرتاحين. اعتقد الاهلي بلاعيبته قادر ان شاء الله باذن الله انه يحصل البطوله. اكيد يا احمد، يعني اللي هيقدر باذن الله النهارده يكون الافضل هو اللي هيكون، يعني في ثلاث نقط هي اللي بتحدد المكسب، زي ما انت قلت الاكثر تركيزا، يعني الاكثر تركيزا طول ال 90 دقيقه او ال 120 دقيقه، او لو وصلنا لركلات ترجيح طبعا محتاجين تركيز كويس جدا، والاقل ارتكابا للاخطاء طبعا يا احمد، يعني المفروض ما يكونش في مجال للخطا قوي في المباراه كبيره زي دي، وطبعا استغلال كل فرصه وكل نص فرصه كمان بتجيلنا، ده
مهم جدا كل ده زي ما انت قلت مع توفيق ربنا يحدد باذن الله الفايز اللي هو ان شاء الله يكون النادي الاهلي. احنا قلنا قبل كده يا ساره انه يمكن المباراه دي ما بتتقاس بالورقه والقلم قوي، كل ماتش ليه ظروفه، حساسيه المباراه بتاثر على مستوى اللاعبين، حجم المسؤوليه. يعني احنا الحقيقه بنتكلم طبعا انا كل الاهلاويه او يعني كل الناس اللي انا قابلتهم النهارده في الشارع بيفكروا في الماتش وشايلين هم الماتش وشايلين هم 90 دقيقه وشايلين هم النتيجه، فما بال حضراتكم بالجهاز الفني واللاعبين، كان الله في عونه، وطبعا اداره النادي الاهلي. فاذا كان ده حال الجمهور ما بالكم باللاعبين. بس الاهم من ده انه زي ما قلت ثقتنا كبيره جدا في امكانيات لاعبتنا، والاهم من ده انه يبقى في ثبات انفعالي، في هدوء في الملعب، ناخد بالنا بشكل كبير جدا من الاستفزازات اللي ممكن نتعرض ليها لا قدر الله، سواء من التحكيم او من الفريق المنافس واللي نتمنى. وبالمناسبه الحقيقه النهارده في 22 راجل بيحملوا الجنسيه المصريه بيمثلوا صوره مصر قدام العالم كله، يعني انا هطلع شويه بس من حته الكوره، صوره مصر واحده من اهم المكاسب، البطوله مصريه وده شيء يحسب للمصريين كلهم. الصوره اللي هتتقدم النهارده بدايه من الملعب والنقل التلفزيوني والجهاز الاجهزه الفنيه واللعيبه في الملعب على مدار 90 دقيقة هي صورة مصر، نتمنى أنها تكون يعني معبرة عن مدى تمتع المصريين بالرقي والتحضر وتعكس صورة مصر الحقيقية للعالم كله. ده بعيدا عن الكورة، لو رجعت للكورة مرة تانية بأكد على رجالتنا، الحقيقة أن المعادلة ما بين التركيز والهدوء والثبات الانفعالي وانك انت تدي، وده مش جديد، يعني ده اللي انا بقوله ده يمكن يكون يا ساره هو ده عناصر الروح الفانيلا الحمراء على مدار التاريخ طويل جدا فعلا. فكره انك تلعبي لاخر لصفاره الحكم حتى بعد ال 90 دقيقه وبطولات كتيره جدا حسمها النادي الاهلي في الوقت بدل الضايع، فالمهم ان احنا نحافظ على ده طول فتره المباراه ونتمنى التوفيق للاعبتنا ان شاء الله. وزي ما انت قلت طبعا يهمنا ان الكره المصريه تطلع بشكل مشرف جدا، يعني عايزه اقول انه صحف العالم كلها بتتكلم من امبارح وبقى لها يومين كمان على مباراه الاهلي والزمالك، على مباراه القرن. على اي حال عندنا كواليس كتير من فندق الاقامه وكمان من الافرع المختلفه لنادي الاهلي طبعا في مصر كلها، بس بعد الفاصل هيكون مع حضراتكم. مره تانية مع حضراتكم في السادسه، ناخدكم ونروح فندق اقامه اللعيبه نعرف كده كواليس اليوم والاستعدادات بدون الدخول في التفاصيل الفنيه. طبعا هيكون معنا مين؟ معنا زميلنا فاروق صلاح. معنا فاروق صلاح طبعا من فندق الاقامه. مساء الخير عليك يا فاروق، والمحاضره الفنيه المفروض لسه خلصانه، قول لنا الكواليس. مساء النور عليك يا ساره، مساء النور عليك يا احمد. مساء الخير يا فاروق. ان شاء الله مساء التفاؤل والانتصار على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، ان شاء الله يوم يكون سعيد علينا كلنا وعلى كل جماهير النادي الاهلي، ويكلل ان شاء الله بالانتصار والتتويج بالبطوله الافريقيه. يعني لو هنتكلم يا احمد على تفاصيل اليوم، نقدر نقول يعني من دقائق كانت انتهت المحاضره الفنيه للعيبه لمستر بيتسو موسيماني مع لاعبي النادي الاهلي. طبعا زي ما انت قلت مش هنتكلم ولا خوض في اي امور فنيه، لكن خليني اطمنك على حاله وجاهزيه اللاعبين. اقدر اقول لك ان محمد هاني جاهز لهذا اللقاء، ايضا لله. محمود عبد المنعم كهربا جاهز لهذا اللقاء. اي 11 لاعب هيكون موجودين في ارض الملعب ان شاء الله قادرين على تحقيق الامال والطموحات واسعاد كل جماهير النادي الاهلي. تفاصيل اليوم يا احمد، النهارده تناول لاعبي النادي الاهلي وجبه الافطار في تمام الساعه 9 صباحا، وجبه الغداء كانت في تمام الساعه 2 ظهرا، ثم المحاضره الفنيه كانت في تمام الساعه 25 دقيقه. مستر بيتسو موسيماني طبعا يعني تعودنا مع مستر بيتسو موسيماني ان هو دايما يعني بيخلي وقت المحاضره وقت اكبر، وبيدي فرصه لان يقعد وقت طويل مع اللاعبين عشان يشرح بعض الامور، ويعني اللعيبه بتقول لك ان مستر بيتسو موسيماني بيبقى حريص جدا ان هو يوصل لنا فكره ويوصل لنا كل الامور الفنيه اللي هو بيبقى عايز يوصلها لنا. فالمحاضره الفنيه كانت انتهت من دقائق. فاروق خليني المباراه يكون في خليني اتابع معاك، بس انا عارف انه انت بتبقى دايما يعني موجود مع الفريق في اغلب المعسكرات اللي بتسبق ماتشات مهمه في اي بطوله بياخدها النادي الاهلي. هل احس انه المعسكر ده استثنائي في حاجات معينه؟ هل شفت حاجات متغيره في نظام الفرقه؟ يعني ايه اللي يفرق او ايه اللي يختلف بين معسكر النادي الاهلي المغلق استعدادا لنهائي دوري الابطال عن بقيه المعسكرات، ولا بتشوف انه نفس الاداء نفس النظام نفس التفاصيل في كل المعسكرات السابقه؟
سؤال مهم جدا يا احمد. يعني انا عايز اقول لك ان معظم معسكرات النادي الاهلي بيبقى شعارها الجديه، الالتزام من لعيب النادي الاهلي. كل لعيب عارف، نقدر نقول يعني زي ما كان بالعاميه اللي عارف اللي ليه واللي عليه، التزامه جديه. لكن المعسكر ده في اختلافات، في شويه امور مختلفه، في تشديد شديد جدا وصارم على موضوع الاجراءات الاحترازيه وعمليه التعقيم المستمره، سواء بصوره فرديه لكل لاعب او سواء بالاماكن اللي بيتجمع فيها لعيب النادي الاهلي، المطعم، غرفه الاجتماعات، سواء جلسات اللاعبين بيبقى فيه تعقيم بصوره مستمره. ايضا مستر بيتسو موسيماني، يعني من النقاط المهمه جدا اللي احنا بنلمسها مع مستر بيتسو موسيماني، ان مستر بيتسو موسيماني بيعمل جلسات فرديه مع اللاعبين، كل لعيب بمركزه في جلسات فرديه بيعملها مستر بيتسو موسيماني. دي من الامور اللي يعني جديده على النادي الاهلي، ومستر بيتسو موسيماني في الفتره الاخيره بيبقى حريص ان هو يتكلم مع كل لاعب، ده الى جانب اللي هي المحاضرات المستمره. احنا دايما متعودين ان المحاضره بتبقى خلال يوم المباراه، لكن مستر بيتسو موسيماني عامل محاضرات يوميه مع اللاعبين في مقر اقامه فريق النادي الاهلي، محاضرات يوميه للاعبين. طبعا بيتفرج على مباراه نادي الزمالك لايقاف الوقوف على الايجابيات والسلبيات ونقاط القوه والضعف في الفريق، وبيلزم كل لعيب، طبعا كل لعيب بيتفرج على اللعيب اللي لعب عليه، كلها امور طبعا مش هنتكلم في الامور الفنيه. روح التفاؤل بقى اللي انا عايز اتكلم عليها، التفاؤل والثقه والاحساس بالمسؤوليه، ودي نقطه مهمه جدا انا لمستها النهارده في عيون لعيبه النادي الاهلي. يعني يا احمد او يا ساره، انت بص بس في عيون لعيبه النادي الاهلي، انت مش محتاج تقول اي كلام، ولا محتاج توصل رساله، ولا محتاج تقول امال الجماهير، لا، كل لعيب نظره في عينيه هو حاسس بالمسؤوليه، حاسس ان وراه 80 مليون اهلاوي مستني النهارده الانتصار. التفاؤل والثقه موجوده، لكن التفاؤل وثقه بحذر. خليني اعرف رايك انت شخصيا يا فاروق، يعني من متابعتك للاعيبه النادي الاهلي، انت تتوقع مين هيكون نجم المباراه النهارده؟ انا اتوقع ان شاء الله ان الفريق كله يكون نجوم النهارده. يعني الاجابه النموذجيه، احد من اللاعبين لا، كلنا النهارده يا احمد بنراهن على لعيبه النادي الاهلي. انا في نقطه مهمه جدا برضو عايز يعني ان انا من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي على نقول، عايز اطير بيك لجنوب افريقيا، هناك نسافر نروح لجنوب افريقيا، وتناول الصحافه النهارده للقاء وشغف جماهير جنوب افريقيا النهارده. يعني خرجت مانشيتات لصحيفه ذا ستار وسوبر سبورت وبريتوريا نيوز، العناوين كلها بيتسو موسيماني على حافه التاريخ مع النادي الاهلي، وكان المانشيت الرئيسي لصحيفه ذا ستار، يجب على جميع شعب جنوب افريقيا الا يتخلفوا عن دعم النادي الاهلي وبيتسو موسيماني في هذا اليوم. يعني دي من الامور المهمه، وتناول الصحافه في جنوب افريقيا للقاء النادي الاهلي والدعم لمستر بيتسو موسيماني وللنادي الاهلي. فاروق، في حاله من الحماس عندكم، يعني انا سامع دلوقتي اغاني الاهلي في الفندق، صح كده؟ يعني يا ساره برافو، حاجه مهمه جدا. اداره الفندق هنا عامله اغاني النادي الاهلي كنوع وجانب تحفيزي للعيبه النادي الاهلي. يعني بدات من عقب انتهاء المحاضره الفنيه، بدات اداره الفندق ومقر اقامه فريق النادي الاهلي في، يعني كلنا سامعين الاغاني التحفيزيه والبث الحماس في لعيبه النادي الاهلي. يعني كل قاعدين موجود متواجدين، ايضا النزلاء في الفندق، على الرغم من حاله الهدوء في المكان ومقر اقامه فريق النادي الاهلي، لكن الحماسه والاغاني اللي بتشتغل، اغاني جماهير النادي الاهلي، ادت نوع من الحماسه لعيبه النادي الاهلي، ادت لينا احنا كما يعني جروب عمل قناه النادي الاهلي موجودين عندنا نوع من الحماسه ايضا النهارده للانتصار. ان شاء الله ربنا يكمله على خير يا رب. ان شاء الله النهارده النادي الاهلي يكلل بالانتصار، وزي ما قلت لك يا احمد ان شاء الله النهارده ال11 لاعب يكونوا نجوم اللقاء النهارده ان شاء الله، ونحتفل بالبطوله. ثقتنا فيهم كبيره، بشكرك، شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح من ملعب من فندق اقامه النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يبقى الفوز النهارده من نصيب نجومنا ورجالتنا، وان شاء الله باذن الله قد المسؤوليه. بمناسبه سؤالي، انا كنت الحقيقه متوقع الاجابه من فاروق ان يكون الفريق هو النجم، ودي اكتر حاجه بتميز فريق النادي الاهلي. عندنا نجوم كبار، عندنا اسماء من العيار الثقيل ونجوم ليها وزنها كل واحد في مركزه، لكن اكتر حاجه بتميز فريق النادي الاهلي ان كل النجوم دول بينصهروا عشان يبقى فريق النادي الاهلي واسم النادي الاهلي قبل اسم اي حد فيهم، وده ان شاء الله يكون واحد من اسباب نجاحنا النهارده وتفوقنا، فكره تيم ورك. ده اعتقد ان شاء الله واحد من مفاتيح كمان اسلوب مستر موسيماني اللي بيعتمد بشكل كبير جدا على اللعب بصوره جماعيه. خليني بس بمناسبه كلام
فاروق يسار عن بيتسو موسيماني وعن متابعة جنوب أفريقيا. طبعا بتتابع أكيد مدرب كبير جدا هناك، ومن حقهم أن هم يتابعوا أخباره ويتمنوا كمان أن هو يفوز بالبطولة. ده شيء هيحسب لكرة القدم الجنوب أفريقية. لكن خليني أقول لحضراتكم أنه يمكن تكون برضو من الأخبار الحلوة النهاردة اللي تخلينا يعني نبص بصة كويسة على اللي جاي، أنه جاستن سيرينو نجم سان داونز، واحد من النجوم اللي جماهير النادي الاهلي حبتها واتمنت انه في يوم من الايام يلبس تيشيرت النادي الاهلي، النهارده جاستن سيرينو بيعلن عن رغبته في الانضمام للنادي الاهلي، وبيقول انه الامور فقط تخضع للتفاوض بين الناديين، لانه طبعا مرتبط بعقد، هو لسه يعني موقع على عقد يمكن السيزون اللي فات على طول جدد مع سان داونز، لكن هو اعلن عن رغبته في الانضمام واللعب باسم النادي الاهلي، ويتمنى انه اداره النادي الاهلي تنجح في مفاوضاتها فقط مع سان داونز. انت هتبقى مبسوط بالصفقه؟ اعتقد انه صفقه مهمه جدا وهيمثل، بصي انا اي شيء او اي اسم يمثل اضافه للفريق انا معاها طبعا، واعتقد كل الجماهير هترحب بسيرينو بشكل كبير، حل طبعا نجاح الصفقه واتمامها وانضمامه للنادي الاهلي. مشوار طويل كان طبعا الموسم ده للنادي الاهلي، موسم طويل، موسم استثنائي، تفاصيل كتير حصلت، كورونا وتوقف فتره طويله، والحمد لله قدرنا ان احنا نختم او نفوز بالدوري قبل 7 اسابيع، والحمد لله تاهلنا لنص نهائي كاس مصر ولنهائي افريقيا، وهي دي الاهم طبعا. وعندنا سوبر افريقيا ان شاء الله. والسوبر افريقيا ان شاء الله باذن الله. مشوار طويل في بطوله افريقيا، وطبعا كل مباراه كانت اهم من المباراه اللي قبلها، وتبقى الاهم طبعا النهارده ان شاء الله في النهائي. ولكن خلينا نشوف كده دلوقتي قبل ما نطلع فاصل تقرير عن مشوار النادي الاهلي في الموسم ده في النسخه الحاليه في دوري ابطال افريقيا. خاض الأهلي طريقا طويلا في بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الجاري 2020، إذ وصلت الرحلة إلى محطة المواجهة في المباراة النهائية بعد تجاوزه جميع المراحل السابقة. وخاض المارد الأحمر 12 مباراة، حقق الفوز في 8 منها وتعادل في 3 مواجهات، ولم يتلقى سوى هزيمة وحيدة، حيث سجل 29 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف. وبدأ الأهلي مشواره بالنسخة الحالية حينما لعب الدور التمهيدي للبطولة أمام فريق اطلع برا الجنوب سوداني ذهابا وإيابا على ملعب استاد برج العرب بطلب من الفريق الضيف، إذ فاز الأحمر ذهابا 9 أهداف نظيفة وإيابا 4 أهداف. وواصل الأهلي مشوار الانتصارات في الدور الثاني، حيث واجه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية وفاز ذهابا 2 نظيفين وإيابا 4 أهداف نظيفة، حاجزا مقعده في دور المجموعات والذي واجه فيه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينم الزيمبابوي. ولعب الأهلي 6 مباريات في دور المجموعات للبطولة ضمن المجموعة الثانية، وسجل الأهلي في دور المجموعات 3 انتصارات جميعها على ملعبه وتعادلين خارج ملعبه أمام بلاتينم والهلال، ولم يتعرض سوى لهزيمة واحدة أمام النجم الساحلي على ملعب الأخير في مباراة شهدت لغطا تحكيميا بسبب طرد أيمن أشرف، ليصعد الأهلي بعد أن جمع 11 نقطة في المركز الثاني بعد أن أحرز 7 أهداف ولم تتلقى شباكه سوى 4 أهداف فقط. واجه الأهلي فريق ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي في دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وصعد في النهاية على حسابه بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين، إذ فاز ذهابا 2 نظيفين وتعادل على ملعب سان داونز إيابا 1-0. وواجه الأهلي فريق الوداد المغربي في الدور نصف النهائي وصعد على حساب الفريق البيضاوي بنتيجة 5-1، حيث فاز أبناء الجزيرة بثنائية نظيفة على ملعب محمد الخامس ذهابا وبنتيجة 3-1 على استاد القاهرة إيابا، ليصعد للمباراة النهائية التي تقربه من حلم الأميرة الإفريقية. برحب بحضراتكم مرة تانية، وكنت بقول لحضراتكم في بداية الحلقة أنه قد إيه في اهتمام عالمي من الصحف
العالمية طبعا بمباراة القرن، مباراة الأهلي والزمالك. دي حاجة الحقيقة بتخلينا عايزين فعلا نطلع بأحسن شكل ممكن لينا. أنا بتكلم على اسم مصر، مش بتكلم على أهلي ولا زمالك. يمكن كنت بقرأ امبارح على البي بي سي سبورت إنه مكتوب كده في العنوان: الأهلي والزمالك بيصنعوا التاريخ، ودي حاجة كبيرة لينا. كان الكلام كله عن قد ايه انه دي مباراة القرن، نهائي القرن في افريقيا، انه الاهلي والزمالك فريقين كبار جدا، هم الاكبر في افريقيا وكمان الغريمين التقليديين طبعا في مصر. وكان الكلام يا احمد انه الاستاد بالرغم ان ساعته 74 الف متفرج، ولكن هو بدون جماهير طبعا بسبب تداعيات فيروس كورونا، وهيكون المباراة تحت شعار لا للتعصب. وكمان كانوا طبعا يعني مسلطين الضوء قوي على انه موسيماني بيسعى لتحقيق الثنائيه مع فريقين مختلفين، ان هو يفوز بدوري ابطال افريقيا مع فريقين مختلفين ويكون ثالث مدرب في التاريخ يعمل ده بعد الارجنتيني اوسكار فيلون. وطبعا المصري كابتن محمود الجوهري كسب دوري ابطال افريقيا مره مع الاهلي ومره مع الزمالك. نامل ده، ونامل ان هي تكون الثانيه لموسيماني. طبعا يعني انا بس لفت نظري فكره الناديين وتاريخهم، وان هم الحقيقه اتنين من اكبر انديه القاره. احنا سايبين مساحه القاره كلها وبتتكلمي تقريبا على مساحه خمسه عشره بالكتير كيلومتر مربع بيقع فيها المقرات، مقر نادي اهلي ومقر نادي الزمالك، الاتنين اللي مسيطرين ومحققين ارقام قياسيه كبيره جدا على مستوى القارة الأفريقية. نتمنى إن شاء الله أنها تكون التاسعة وينفرد الأهلي برقم أعتقد أنه هيكون صعب تحقيقه أو كسره على أقل بنتكلم في 20-30 سنة جاية، وإن شاء الله يستمر الأهلي في تحقيق الأرقام القياسية. خليني أقول لحضراتكم، لأنه الناس النهاردة بتتكلم وعلامات الاستفهام الكتيرة جدا، مستر موسيماني هيلعب إزاي وتشكيل النادي الأهلي هيكون مين؟ يعني خليني أقول لحضراتكم التشكيل اللي بنسبة كبيرة جدا واحتمال ده الأهلي يبتدي بيه فعلا المتوقع للمباراة هيكون طبعا الشناوي إن شاء الله، سوبر شناوي في حراسة المرمى، هيكون معاه في خط الظهر محمد هاني، أيمن أشرف، ياسر ابراهيم، وعلي معلول، قدامهم هيكون عمرو السوليه وحمدي فتحي، معاهم هيكون حسين الشحات، قفشه، جونيور اجاييه، ومروان محسن ان شاء الله هيكون في الهجوم. كلام كتير على مفاجآت، يعني في ناس كتير يا ساره بتتكلم هل من فريقين يا احمد مش من فريق واحد، يعني دايما في كلام ان هيبقى في مفاجآت في التشكيلتين. طبعا، لانه خدي بالك قصه الكورونا كمان بالنسبه الغيابات اللي بسبب الكورونا يعني، ونتمنى الشفاء والسلامه للجميع، مؤثرة وبالذات في صفوف نادي الزمالك. صحيح احنا خسرنا ديانج، وديانج لعيب من عيار التقيل، لكن عندنا في نص الملعب لاعبين يعني اعتقد مستواهم لا يقل باي شكل من الاشكال على عن ديانج، بنتكلم على حمدي فتحي والسوليه، وان شاء الله باذن الله الاثنين دي متفاهم بيلعبوا كره حلوه، اعتقد هيكون ليهم دور كبير جدا جدا النهارده. بس يا احمد هو ممكن تكون الغيابات برضو في وجهه نظري هي مؤثره بالنسبه لنا على الدكه، يعني انت كان عندك برضو وليد سليمان تغييره ذهبيه، في اي وقت بتحتاجه بينزل بيغير شكل الملعب، يقدر يغير من نتيجه المباراه، انت بتبقى ووليد نازل الملعب بتبقى مطمن. فكره ان حمدي فتحي بيبقى قاعد، وفي اي وقت لو ديانج لا قدر الله حصل اي حاجه ديانج يطلع حمدي فتحي ينزل، ده برده شويه قلقنا، ولكن خلاص ده عدى، ده كلام عدى. طيب خليني اقول لك بس انه ماتشات الاهلي والزمالك ياما 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 ظهر فيها نجوم، اسماء ما كانتش مستنيه منها طبعًا الجماهير بتبقى حاجه، مولد نجم، وكانت بتبقى الحقيقه فرصه للنجوم ان هم يظهروا بشكل كبير ويكونوا هم عنصر الحسم. وممكن الاسماء اللي انت تكوني شايفاها بعيده شويه او مش ممكن تبقى مؤثره تكون هي نجم المباراه، ده ينطبق على كل نجوم الانديه الاهلي اللي على الدكه، وان شاء الله باذن الله قد المسؤوليه. كلام كتير كمان عن التحكيم وعلى تغيير طبعا رضوان جيد، بس خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. كل ما بتقرب الساعة وكل ما بيجري عقرب الدقايق تحس ان الدنيا بتشد، الأعصاب بتشد، الدنيا بتتنشن، بس ان شاء الله بإذن الله ده قلق مطلوب، قلق لأنه المباراة مهمة جدا والبطولة مهمة جدا. ومرة تانية بكرر يعني تخيلوا حضراتكم ان انا متأكد انه جماهير النادي الأهلي وجماهير الناديين يعني بشكل عام قاعدة دلوقتي على أعصابها، وكل واحد بيحسب الحسابات وبيشوف المدير الفني بتاع فرقته هيبتدي بالتشكيل صح ولا هيكون في اعتراضات، واكيد طبعا هيبقى في اعتراضات، يعني مفيش حد هيرضى عن التشكيل بنسبه 100%، ومفيش حد هيرضى عن التكتيك بنسبه 100%، لكن في جميع الاحوال انا يهمني اشوف ماتش فيه كوره حلوه، واعتقد انه لعيبه النادي الاهلي لو لعبوا كورتهم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله الماتش هيكون بتاعهم. اتمنى بس انه الحاله بتاعت المباراه ما يبقاش فيها اي عنف، ما يبقاش فيها اي خروج عن النص، ما يبقاش فيها اي محاولات لاستفزاز، ما
ما يبقاش فيها اي محاولات ل يعني الخروج عن النص باي شكل من الاشكال. طيب هنروح لاهلي الجزيره. معانا طبعا نورهان طمان مراسلتنا من الاهلي الجزيره. مساء الخير عليك يا نورهان. مساء الخير يا سارة، مساء الخير يا أحمد، ومساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة، يعني يمكن هنحاول ان احنا يعني نستعرض لكم الأجواء من الصباح الباكر. الأعضاء هنا يعني بيحجزوا الكراسي قدام الشاشات، طبعا شاشات عرض كبيره جدا كعاده المقر الرئيسي وجميع المقرات لنادي الاهلي. استعدادات طبعا يعني الناس هنا يعني مختلف، يعني اعمار سنيه مختلفه جدا، كله يعني المشهد بيكتسي باللون الاحمر، نسبه يعني حاله من التفاؤل كبيره جدا ما بين الاعضاء. يمكن كمان احنا اتكلمنا مع العديد من الاعضاء هنا حوالين او حول توقعاتهم لنتيجه المباراه، يعني ما بين 2-0 و2-1 و3-0 و1-0، وفي طبعا الناس بقى بتحلم بسكور كبير. يمكن يعني ان شاء الله باذن الله يعني توقعاتهم باذن الله تكون في محلها. زي ما قلنا لكم يعني اعمار سنيه مختلفه، حاله من التفاؤل كبيره، كمان خلينا نقول انه حاله من نبذ التعصب موجوده كمان شاهدناها هنا في ما بين اعضاء النادي الاهلي. كله يعني اجواء كرنفاليه واحتفاليه بشكل كبير جدا، كل الناس بتقول يا رب. بشكرك جدا نورهان طمان، كنت معانا من مقر الاهلي في الجزيره. شكرا ليكي جدا. أكيد كله بيقول يا رب، زي ما بنقول يا احمد فعلا هي مباراه تاريخيه، ومش ببالغ وانا بقول ده. احنا بنعيش يوم كلنا محظوظين ان احنا بنعيشه، كلنا محظوظين ان احنا جزء من اليوم ده. كتير كنت بسمع انه يا على ذكريات وكواليس الصعود لكاس العالم 90، وكان بيبقى نفسي اعيش حاجه زي دي وفرحه زي دي لما اشوف الاهلي والزمالك هم اكبر فريقين في افريقيا بيتواجهوا في نهائي دوري ابطال افريقيا. اكيد انا محظوظ. أكيد الجماهير يعني بلاش تفكرني بكأس العالم في روسيا يا أحمد، يعني أكيد كلنا مبسوطين إنه طبعا كلنا جزء من الحدث التاريخي ده، حدث بيتكلم عليه العالم كله، حدث مهم جدا. كلنا فخورين باللحظة دي، ونتمنى طبعا إن هي تكمل بتتويج النادي الأهلي. نروح لفاصل نرجع نكمل حلقتنا. طيب كلمة مهمة وكلمة أخيرة نختم بيها السادسة النهاردة، وأتمنى أن أنا لما أشوف حضراتكم بكرة نبقى بنحتفل بتتويج وفوز النادي الأهلي بالبطولة التاسعة في مشواره في دوري الأبطال. لكن الأهم عايز أقول كلمة لرجالة النادي الأهلي، لعيبة الأهلي ونجومه اللي هيلعبوا ماتش النهاردة. في الأهلي طبيعي أنك تكسب، وفي الأهلي العادي أنك تفوز. ما دمت في الأهلي يبقى لازم هتحقق بطولات، والجماهير بتتبسط وبتفرح لما بنحقق دوري او بنحقق كاس او بنحقق سوبر، لكن فرحه الاهلاويه دايما والنجوم اللي ما بتتنسيش ابدا والاهداف واللحظات اللي ما بتتنسيش ابدا من ذاكره جماهير النادي الاهلي هي بطوله دوري الابطال وكاس العالم للانديه. النهارده انت بتلعب وفي ظهرك 80 قول 90 مليون واقفين بيدعموك وبيسندوك ومستنيين لحظه التتويج بالبطوله. ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق النهارده لابطال النادي الاهلي ونجومه في لقائهم مع الزمالك في نهائي دوري الابطال، وان شاء الله باذن الله بعد المباراه جماهير الاهلي تفرح وتتبسط وتحتفل بفوز نجومهم بالنجمه التاسعه. كلامك والاجواء اللي احنا عايشينها فكرني ببيل شانكل اسطوره ليفربول، هو بيقول بتضايق لما الناس تقول ان كره القدم حياه او موت، لا هي اكتر من كده بكتير. اللي احنا عايشينه النهارده كل اللي بيعشقوا الاهلي والزمالك عايشين الحاله دي بالظبط. كلنا ثقه في النادي الاهلي، كلنا ثقه في لاعبتنا، كلنا ثقه في ال11 لاعب وفي موسيماني. النهارده ان شاء الله 90 دقيقه او 120 دقيقه هتحدد البطل. ان شاء الله يكون جيل جديد بيحفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ انجازات النادي الاهلي. ان شاء الله نكون بنحتفل مع حضراتكم بكره باذن الله. يا رب ان شاء الله كلنا بنقول كلمه واحده بس، وهي يا رب. ادعوا من دلوقتي لحد الماتش، وان شاء الله نشوف حضراتكم على الف خير. شكرا ليكم.